كويز الاول بيكون على اول شابتر مثلا ممكن. ف حاليا نحاول انه تحفظ كويسه تحفظ جيدا. طيب هذا شابتر 2 هو متعلق بالمرسيليا الخليه في الغرفه الثانيه المرسيليا. في شابتر 1 تكلمنا عن ايش؟ عن مقدمه عن علم البيولوجي. ف علم البيولوجي في التعريف قبل شويه لما وصلنا الى مستوى الخليه قلنا the smallest unit of life، يعني اصغر وحده في علم البيولوجي هي الخليه. وبالتالي لابد انه الانسان اللي بيفهم البيولوجي او بيدرس الطب او كذا يبدا يعرف ايش الخليه ومكوناتها اجزاء، لانه هذه مهمه جدا 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 في جميع المجالات الطبيه، بالذات اذا احتفظ بالمعلومات فيما بعد. انيمال سيل الخليه الحيوانيه، لانه معظم هذا الشابتر يتكلم عن الخليه الحيوانيه، لانه خلايا الانسان هي من ضمن هذا النوع هذا السبب، لان احنا في المجال الصحي يهمنا خليه الانسان وهي من هذا النوع. الحقيقه في هذا الشابتر هنالك حديث عن الخلايا النباتيه والبكتيريه، لكن اكثر شيء عن الخليه الحيوانيه. اول موضوع ما هي خصائص الخلايا؟ قبل شويه في الدومينز قلنا دومين ارقيه ودومين بكتيريا ودومين يوكاريوتا. الدومينات هذه امس حطينا اذا لا توجد نواه ولا توجد اورجانيز حطينا اكس. هذه تسمى بروكاريوت، يعني خلايا ليس لها نواه، خلايا بدائيه. اذا كان يوجد نواه تسمى يوكاريوت. اذا هنا اول شيء هو عشان نسوي ايش؟ كاركترستيك ديستنجوش بروكاريوت ان يوكاريوت. يعني اذا تنظر الى الخلايا اكبر فروقات بين الخلايا انه هذه الخلايا لها نواه ولا ليس لها نواه. بروكاريوت ولا يوكاريوت. فتجد عدة فروقات بين هذه الخلايا، من ناحية كومبلكسيتي سيتوبلازم سيلولار ريبرودكشن لوكوموشن جينيتيك ماتيريال. فيوكاريوت هي الخلية اللي لها نواة، يعني هي خلية مطورة. بروكاريوت هي الخلية ايش؟ البدائية. الحين تتوقع من ناحية كومبلكسيتي هيكون المطورة أكثر كومبلكسيتي ولا البدائية؟ يعني المعقدة. أحسنت. إذا يوكاريوت هي مور كومبلكس، بروكاريوت هي ليس كومبلكس. عشان كده نفس الكلام هنا، بروكاريوت سمبل، يوكاريوت مور كومبلكس. هذه هي المعلومه اللي هنا. طيب هذا التعقيد من اي ناحيه؟ من ناحيه ستراكشر اند فانكشن، يعني كومبلكسيتي. بروكاريوتس ار ريلاتيفلي سمبل، يوكاريوتس ار مور كومبلكس ان ستراكشر اند فانكشن. طيب من ناحيه السيتوبلازم، ماذا يوجد في السيتوبلازم؟ اذا كانت الخليه مطوره يوكاريوت هاب ممبرين باوند اورجانيلز، يعني هنالك ايش؟ اورجانيلز، يعني هنالك ايش؟ هنالك عضيات. وهذه العضيات ايضا يوجد معها كومبلكس سايتوسكيلتال بروتين، يعني هذه الخلايا المطوره لديها جهاز هيكلي في هيكل الخليه وهو عباره عن بروتينات، وهذا الجهاز معقد. تمام؟ هذا كل الكلام عن اليوكاريوت من ناحيه السيتوبلازم. طيب السيتوبلازم الخلايا البدائيه اللي هي البروكاريوت، هل فيها اورجانيلز ولا لا؟ غالبا ليس فيها اورجانيلز، لكن هنالك بعض الاورجانيلز ليست ممبرين باوند، ممكن تكون موجوده مثل الرايبوسوم. وبالتالي يقول لي بوث، بوث يعني كلاهما. لما يقول كلاهما يقصد مين ومين؟ مين ومين؟ بروكاريوت اند يوكاريوت. إذا بوث يعني بروكاريوت أن يوكاريوت لديهم ايش؟ رايبوسوم. لماذا؟ لأن الرايبوسوم ايش وظيفته؟ من دراساتكم السابقة يصنع البروتين، صح؟ فإذا أنت قلت بروتين فهذا مهم، إذا كانت الخلية هو النيو لازم بروتين، وبالتالي لازم رايبوسوم. طيب وجود الرايبوسوم باعتباره في الخليتين بوث يعني بروكاريوت ويوكاريوت، هل هو متطابق؟ الإجابة لا، هناك ديفرنت سايز. يعني حجم الرايبوسوم في البروكاريوت صغير وحجم الرايبوسوم في اليوكاريوت هو اكبر نوعا ما. طيب من ناحيه سيلولار برودكشن، يوكاريوت ديفايد باي ايش؟ مايتوزيس. وبروكاريوت ديفايد باي ايش؟ سمبل فيشن. يعني هنالك اختلاف في نوع التكاثر. التكاثر في الخلايا المطوره يسمى مايتوزيس، وهذه بناخذها في تشابتر رقم 4 ان شاء الله. كل التشابتر عن هذه الكلمه اللي هي مايتوزيس. واما الخليه البدائيه تنقسم انقسام يسمى سمبل فيشن، يعني الانقسام البسيط سمبل فيشن. هذا الفرق اللي اسمه لوكوموشن
ايش يعني لوكوموشن؟ لوكوموشن معناها الحركة، تمام؟ فهذا اللوكوموشن الحركة، الحقيقة الخليتين تتحرك، لكن الخلية المطورة لها ثلاثة وسائل حركة، والخلية البدائية لها وسيلة واحدة، وسيلة واحدة. الخلية المطورة لها ثلاثة وسائل وهي سيتوبلازم موفمنت، هذا واحد، اثنين سيريا يعني الأهداب، ثلاثة فلاجيلا يعني الأسواق. إذن الأسواق والأهداب وحركة السيتوبلازم يعني الأقدام الكاذبة، هذه ثلاثة وسائل حركة موجودة عند يوكاريوت الخلية المطورة. طيب الخلية البدائية لها وسيلة واحدة وهي ايش؟ فلاجيلا. السؤال اللي يطرح نفسه، هذه فلاجيلا وهذه فلاجيلا، يعني هذه أسواق وهذه أسواق، هل هي متطابقة؟ الإجابة طبيعيا لا، ليست متطابقة. ليش؟ لأنه الخلية البدائية هنالك بينها وبين المطورة في الفلاجيلا اختلاف من ناحية الشكل يعني التركيب وآلية العمل، تمام؟ هنالك في الخلية البدائية يكون مبسطة، وفي الخلية المطورة يكون معقدة نوعا ما. جينيتيك ماتيريال اللي هي المادة الوراثية تختلف ما بين الخلايا البدائية والمطورة من ثلاث نواحي. الناحية الأولى ناحية تسمى باكجينج، يعني الباكجينج يعني التغليف، هل هنالك غلاف ولا لا؟ الناحية الثانية أماونت الكمية، الناحية الثالثة فورم الشكل. من ناحية الباكجينج تتوقع مين اللي له غلاف؟ مطورة ولا غير مطورة؟ مطورة. أحسنت، اللي له غلاف هي المطورة، معناها غلاف يعني في نواة. إذا أنت المادة الوراثية حطيت لها غلاف معناها إيش عندك؟ عندك نواة، إذا هذا باكجينج. لما تقول باكجينج حيقول الخلية المطورة، الخلية المطورة اللي هي يوكاريوت هاف نيوكليوس، الخلية المطورة لديها غلاف يعني لديها نيوكليوس، تمام؟ أما الخلية البدائية لا، ما لديها غلاف. طيب وين قاعدة المادة الوراثية؟ قاعدة في مكان ما في الخلية البدائية. فهذا المكان أيا كان المكان اللي قاعدة في المادة الوراثية إيش يسمى؟ يسمى نيوكليويد ريجن. نيوكليويد ريجن، إذا نيوكليويد ريجن هو المنطقة اللي فيها المادة الوراثية في الخلايا البدائية اللي ليست لها نواة، يعني ليس لها غلاف زي هذه ممبرين باوند نيوكليوس، تمام؟ طيب أماونت بمعنى المقدار أو الكمية، تمام؟ تتوقع كمية المادة الوراثية وين أكثر؟ في نيو ولا برو؟ أحسنتم، المطورة لديها ماتش مور، لديها كمية أكبر من المادة الوراثية من هذه البدائية، البدائية ليس لديها كمية كبيرة. فور من ناحية الشكل، الخلايا المطورة ما هو شكل المادة الوراثية؟ شكلها كروموسومات، كروموسومات ذات الشكل المحدد اللي درستوه سابقا وبندرسه إن شاء الله أيضا فيما بعد. فهذه الكروموسومات made up of both DNA and protein. DNA and protein يعني هنا كروموسوم يتكون من DNA and protein، هذا في الخلية يوكاريوت. أما الخلية إذا كانت بروكاريوت فإنها تحتوي على إيش؟ على سينجل أو سيركولار دي إن إيه، ممكن يكون عندي شريط واحد فقط هو الدي إن إيه، ليس على شكل كروموسوم، يعني ليس مع ارتباط مع البروتين وحماية بشكل محدد، تمام؟ ممكن يكون على شكل حلقة، وهذا شكل الحلقة يسمى بلازميك زي ما حيكون معانا بعد شوي. هو واحدة إيش يعني؟ كومبلكسيتي التعقد. اللي بعدها سيتوبلازم، اللي هو السيتوبلازم. اللي بعدها سيلو ريبرودكشن التكاثر الخلوي، اللي بعدها لوكوموشن وهي الحركة، واخر شيء جينيتيك ماتيريال يعني المادة الوراثية، باكجينج تغريبا، تمام؟ المقدار والكمية فورم الشكل. يس معلش دكتور الهيكل الخلوي يعني الخلية لها شكل تحافظ على شكلها، مثلا الخلية العصبية لها شكل، الخلية العضلية لها شكل، خلية الدم لها شكل، يعني كل خلية لها شكل، كيف تحافظ على شكلها هذا؟ لأنه لديها هيكل في الداخل، هذا الهيكل يسمى سيتوسكيلتون. يس في أحد السؤال في ذلك؟ يس أول واحدة وأخرى اللي هي هذه كومبلكسيتي التعقد، يعني مين المعقد أكثر؟ الخلية البدائية ولا المطورة؟ آخر واحدة تقصد جينيتيك ماتيريال ولا؟ يعني المادة الوراثية، المادة الوراثية، المادة الوراثية هل مغلفة ولا لا؟ هل هي كثيرة ولا قليلة؟
هل هي على شكل كروموسومات ولا لا؟ هذه ثلاث أسئلة في المادة. الجواب السلايد الثانية في هذا الشابتر هي عن إيش؟ عن أيضاً المقارنة بين البروكاريوت واليوكاريوت، لكن من ناحية إيش؟ من ناحية إيش الأشياء المشتركة؟ common، يعني ما هي الأشياء المشتركة بين الخلايا البدائية والخلايا المطورة؟ أول شيء مشترك نقرأ الكلام comparison prokaryotic and eukaryotic cells table 1-1 comparison of prokaryotic and eukaryotic cells feature them in common، يعني الصفات مشتركة بين two types of cells، يعني بين prokaryotic and eukaryotic. أول شيء لازم نبين similar construction، الغشاء، الغشاء الخلوي هو نفس التركيب سواء في الخلية البدائية أو الخلية المطورة. الشيء المشترك الثاني الـ DNA genetic information including in DNA using identical genetic code، يعني هذه فيها DNA وهذه فيها DNA، لأن الـ DNA مشترك. similar mechanism for transcription and translation of genetic information including similar ribosomes، معناته هذه العملية اللي اسمها transcription وهذه العملية اللي اسمها translation، وهذه بندرسها في chapter 7 الشابتر السابع. فهذه العمليتين خاصة بالمعلومات الوراثية، هذه العمليتين similar ما بين prokaryotic و eukaryotic. هذه العملية اللي اسمها translation تقوم بها ريبوسوم، وبالتالي يوجد ريبوسوم هنا وريبوسوم هنا، يعني في البروكاريوت واليوكاريوت. طيب المعلومة الرابعة شيت ميتابوليك باثوي اكزامبل جلايكوليسيس ان تي سي اي، لما قلنا ميتابوليك معناه استهلاك الطاقة، الخلية سواء بدائية أو مطورة تحتاج إيش؟ الطاقة، فيها استهلاك للطاقة، معناته فيها ميتابوليك بروسيس، يعني ميتابوليك باثوي مسارات استهلاك الطاقة. مثال عليها مسار الجلوكوز ومسار يسمى تي سي اي، وهذه ممكن ندرسها في شابتر رقم 3 يتكلم عن الإنزيمات ويجي كلام عن جلايكوليسيس وعن التي سي اي. بعد كده نجي إلى similar apparatus of conservation of chemical energy as ATP، يعني سواء الخلية المطورة أو بدائية لازم تحافظ على ATP. أين تحط ATP؟ هذا اختلاف، لكن في ATP نعم هذا مشترك، إذن يشتركون في وجود ATP خلاص. لكن وين يوجد؟ إذا أنت خلية ما عندك نواة، يعني ما عندك ميتوكوندريا، فأنت خلية بدائية، وين بتحط الـ ATP؟ بتحطه في بلازما ممبرين أو في بروكاريوت. إذن الخلية بروكاريوت تضع في الممبرين حقها يوجد الـ ATP، تمام؟ إذن ATP يوجد أو موضعه في الممبرين بالنسبة للخلية البدائية. طيب ماذا عن الخلية المطورة؟ المطورة لها نواة ولها ميتوكوندريا، وبالتالي في هذه الميتوكوندريا في غلاف الميتوكوندريا يوجد هذا الـ ATP، ميتوكوندريا ممبرين في اليوكاريوت في الخلايا الحقيقية يوجد هذا الـ ATP. similar mechanism of photosynthesis between cyanobacteria and green plants، معناته البناء الضوئي يحدث في الخلايا المطورة ويحدث في الخلايا البدائية. مين الخلايا المطورة اللي يحدث فيها بناء ضوئي؟ هي plants. مين الخلايا البدائية اللي يحدث فيها بناء ضوئي؟ cyanobacteria. راح نتكلم عن البكتيريا هذه ايش معناها؟ معناها هذه خلية بدائية ولا مطورة؟ بدائية جدا، لأن يعني نقول بكتيريا، مجرد ما قلت بكتيريا معناته ما عندك نوع، تمام؟ إذن في البكتيريا يوجد بناء ضوئي بعض البكتيريا. سيانو معناها أزرق، إذن هذه بكتيريا زرقاء، ففي نوع من أنواع البكتيريا يوجد بناء ضوئي، والنباتات يوجد بناء ضوئي. إذن هنا صار في اشتراك ما بين مين ومين؟ ما بين بروكاريوت أن يوكاريوت من ناحية فوتوسينثيس. من الأشياء المشتركة قبل الأخير هو إيش؟ similar mechanism for synthesizing an insect membrane protein، معناته في صناعة غلاف النواة أو غشاء النواة، الغشاء قلنا مشترك، بلازما ممبرين موجود هنا وهنا في نفس التركيب، في تركيب البلازما ممبرين يوجد بروتين. كيف تصنع البروتين وتدخله في هذا الممبرين؟ نفس الطريقة إذا كنت خلية بدائية أو مطورة، عشان كده قلنا similar mechanism of synthesizing، يعني صناعة البروتين، and inserting يعني إدخال البروتين إلى هذا الممبرين. آخر شيء بروتيوسوم، وهو الجزء من الخلية الذي يحدث فيه هضم البروتين، يعني بروتين دايجستنج ستراكشر، فهذا الجزء من الخلية الذي يحدث فيه هضم البروتين موجود سواء في الخلية البدائية أو الخلية المطورة. عشان كده يقول لك سيما في الستراكشر بتوين أركيو بكتيريا
عن يوكاريوت، يعني الأركية فيها بوتاسيوم واليوكاريوت فيها بوتاسيوم، يعني الجسم فيها بوتاسيوم. بعد ما عرفنا الأشياء المشتركة بنجي نشوف الخلية المطورة لديها أدوات زيادة. ليش أنت قلت مطورة؟ لأن فيها تطوير، يعني فيها أشياء زيادة، فيها أدوات زيادة. وهذا هو السؤال الثاني اللي هو كومبريزن أوف كريتيك سيل، كومبريزن أوف كريتيك سيل فيتشرز أوف كريتيك سيل نوت فاوند. لاحظ هنا هذه الكلمة المحورية بهذا السلايد وهي مهمة جدا، وهذا موضع أسئلة كثير هذا السلايد بالذات واللي قبله وكل المقررة تنتبه إليه، تمام؟ فهنا يقول لك نوت فاوند، يعني كل الصفات اللي يتكلم عنها هنا نوت فاوند في البروكاريوت، وإن كان أحيانا يدخل لك البروكاريوت فتنتبه، تمام؟ طيب the division of cell into nucleus cytoplasm separated by nuclear envelope containing complex pore structure. ايش الخلاصه هنا؟ الخلاصه هذه الكلمه يعني يوجد نواه في الخليه المطوره، لا يوجد نواه في الخليه البدائيه. خلاص هذا كله شرح لهذه الكلمه. واضح؟ نروح الى السطر الثاني. complex chromosome composed of DNA associated proteins that are capable of compacting into magnetic structure. ايش الكلمه هنا؟ كروموسوم. يوجد كروموسوم في الخلية المطورة، لا يوجد كروموسوم في الخلية البدائية، وهذا كله شرح للكروموسوم. واضحة؟ طيب النقطة الثالثة، complex membranous cytoplasmic organism includes endoplasmic reticulum Golgi complex lysosome endosome peroxisome and lyoxysome. هذا اختصار ايش؟ احسنت. اورجانيز هنا الكلمة المهمة هنا اورجانيز، يعني الاورجانيز توجد في الخلية المطورة، الخلية البدائية ما فيها اورجانيز. واعطاك الحين امثلة، هذه كلها امثلة للاورجانيز. تمام؟ وين توجد الاورجانيز في السيتوبلازم؟ الاورجانيز لها ممبرينز، وهذه الاورجانيز معقدة. اذا هذا كله شرح على الاورجانيز. اذا ايش الخلاصة بيقول لك؟ يس. يعني لها نعم؟ يعني لها ايش الرياضيات؟ احسن الرياضيات. تفضل كل شيء. امثله الخلايا بين قوسين امثله الرياضيات. احسنت. هذه امثله الرياضيات، الاندوبلازم ريتيكولم جولجي ابراتس جولجي كومبلكس لايزوزوم اندوسوم بيروكسيسوم اند لايوكسيسوم. يس. جولجي ايش بالضبط؟ هذا موجود في المطوره، لانه انت طورت معناها حطيت ادوات اكثر، وبالتالي هذا اللي هي يوكاريوت. يعني هذه الاشياء features of eukaryotes، هذه ملامح eukaryotes. معاي؟ هذه features of eukaryotes، يعني ملامح eukaryotes. ملامح هذه eukaryotes قالت not found، يعني لا توجد في prokaryotes. فنجي إلى هذه الصفة complex cytoskeletal system including mitochondria intermediate phylum and microtubule and associated motor proteins. إيش الخلاصة؟ إيش الكلمة؟ cytoskeletal. سايتوسكيلتون، يعني هنالك هيكل للخلية، وهذا الهيكل هو معقد وهو سيستم، وهذا الهيكل له تركيب يحتوي على ثلاث أشياء: مايكروفيلمنت، مايكروتوبيول. في هذا الشابتر عن هذا السايتوسكيلتون لنا سلايدين أو ثلاثة بتكون إن شاء الله في هذا الشابتر شرح عن سايتوسكيلتون، تمام؟ وهنالك بروتين ملحق به. وبالتالي خلاصة هذا السطر أنه يوجد في الخلية المطورة إيش؟ كومبلكس سايتوسكيلتون. يس؟ في خطوة في شيء تعدينا؟ سوري، هذا السطر specialized cytoplasmic organism of aerobic respiration and photosynthesis، يعني الخلايا المطورة فيها ميتوكوندريا وكلوروبلاست. ما هي وظيفة الميتوكوندريا؟ aerobic respiration، يعني التنفس الخلوي، إنتاج الطاقة من الأكسجين والجلوكوز. كذلك الخلايا المطورة فيها كلوروبلاست. وما هي الكلوروبلاست؟ ايش وظيفتها؟ وظيفتها البناء الضوئي، يعني هذه البلاستيدات الخضراء تقوم بعمليه البناء الضوئي. اذا هذا السطر بيقول لك الخلايا المطوره لديها ميتوكوندريا وبلاستيدات اللي هي كلوروبلاست، تمام؟ اذا ميتوكوندريا وكلوروبلاست. هذا السطر يقول لك كومبلكس فلاجيلا انسيليا، الخليه المطوره فيها اهداب وفيها فلاجيلا، لكن الفلاجيلا كومبلكس. حط هذه الكلمه كومبلكس عشان يفرق بين الفلاجيلا الموجودة في بروكاريوت والفلاجيلا الموجودة في يوكاريوت. الموجودة في يوكاريوت هي ايش؟ كومبلكس، تمام؟ طيب من الصفات اللي هي موجودة في هذه اللي هي الموجودة في الخلية المطورة، يعني الموجودة في اليوكاريوت،
هو ability to ingest particular material by enclosure within plasma membrane vesicle phagocytosis. يعني باختصار هذه الكلمة. هذه الكلمة موجودة في الخلية المطورة وليست موجودة في الخلية البدائية. هذه الكلمة اسمها phagocytosis. سايتو يعني خلية. أوزيس يعني عملية. فيجو يعني ابتلاع. إذا عملية الابتلاع الخلل. الخلية تبلع الأشياء إما عشان تتغذى عليها أو عشان الجسم يتخلص من هذه الأشياء. إذا phagocytosis إيش يعني phagocytosis؟ هذا هو التعريف. phagocytosis هي ability to ingest يعني ابتلاع ingest particulate material الأشياء الموجودة by enclosure يعني تنهب بها ثم تبتلع within cytoplasm membrane vesicles. vesicles يعني فجوة. الخلية تصير فجوة وتبتلع الأشياء. هذه يعني عملية الفيلوسيتوز موجودة في الخلية المطورة وليست موجودة في الخلية البدائية. من الصفات أيضا سليلوز كونتينينج سيل وول اللي هو الجدار الخلوي اللي يحتوي على السليلوز. هذا في الخلية البدائية ولا المطورة؟ المطورة. أحسنتم. إذا هنا الخلية تحديدا النباتات. سيل ديفيجن يوزنج مايكروتوبيول كونتينينج ماجنتيك سبنتر ذات سبريت كروموسومز. يعني الكلمة المحددة هنا هذا الميتوز. يعني انقسام الميتوز. انقسام الميتوز اللي يتطلب الخيوط المغزليه اللي هي عباره عن مايكروتوبيول ويتطلب وجود كروموسومات وهذه تكون في الخلايا المطوره. تفضل. الاركيه فيها سيل وول معها. الاركيه والبكتيريا فيها سيل وول لكن ما في سليلوز. عشان كذا حط لك كلمه سليلوز كونتيننج سيل وول. تمام. والنباتات. طيب تجي الى احسن هذا السؤال المهم ترى. مهم جدا وبعدين يجيك في الصوره سيل وول في النباتات وسيل وول في البكتيريا. ممكن يجيب سؤال مين من ما يلي ليس لديه سيل وول؟ بكتيريا، ثيرموفيل، بلانت، انيمال. هذه انيمال هو اللي ما له سيل وول. تمام. ثيرموفيل لانها فيها لها سيل وول، بكتيريا لها سيل وول، بلانت لها سيل وول. فتنتبه لهذه. طيب سيل ديفيجن يوزنج مايكروبيول قلنا هذا ايش يعني؟ انقسام ميتوزس وهذا له شابتر 4 نتكلم عنه. Presence of two copies of genes per cell diploid of one each parent. يعني وجود نسختين متطابقتين يعني مش متطابقتين تماما يقصد يعني نسختين من المعلومات الوراثيه يعني واحده من الاب واحده من الام. One from each parent. وجود نسختين هذه العمليه تسمى diploid. Di معناها اثنين ploid يعني الطقم الجينات او طقم الكروموسومات. واحد طقم من الاب واحد طقم من الام. هذه عملية توجد في الخلية المطورة وليست الخلية البدائية لأن الخلية البدائية أصلاً تنقسم انقسام asexual. Presence of three different RNA synthesizing enzymes. RNA polymerase. يعني هذه الجملة اختصارها توجد ثلاثة polymerases of RNA. RNA معروف هو nucleic acid. Polymer عرفناها. مرة يعني جزء كلي عديد يعني عديد الأجزاء. RNA عديد الأجزاء. is يعني إيش هذا؟ هو هنا قال عليها إنزيم. إنزيم كلمة is يعني إنزيم. إذا لما يقول لي RNA بالمريز يعني إنزيم بلمرة الRNA يعني إنزيم صناعة الRNA إنزيم تكوين الRNA. إذا هذا الإنزيم إيش مهمته؟ يصنع الRNA. هذا المختصر حق الباب اللي راح ايوه لكن لازم تنتبه الى رقم ثلاثة. هذا البوليمريز كم نوع عندك؟ زين لانك انت خليه مطور عندك ثلاث انواع من الار ان اي كل واحد يحتاج بوليمريز لحاله. اذا عندك ثلاث انواع من البوليمريز. اما الخليه البدائيه فلديها نوع واحد من البوليمريز البوليمريز الخاص بصناعه الار ان اي. اخر شيء سيكشوال ريبرودكشن ريكوايرينج مايوزيس اند فيرتلايزيشن يعني الانقسام اللي يسمى مايوزس وهذا نتكلم عنه ان شاء الله في الاجابه الخمسه. فهذا موجود في الخلايا المطوره. الخلايا البدائيه لا يكون فيها مايوزس لانه هذا سكشوال. الخلايا البدائيه هي اي سكشوال. تمام. اذا الانقسام الجنسي اللي معاه ايضا يحدث الخصال فهذا الانقسام يحدث في الخلايا المطوره فقط لا يحدث في الخلايا ايش؟ غير المطوره. يس السادسة. Yes. The complex فلاجيا and cilia. أيوة. وش المختصر؟ السيليا؟ لا الاثنين. سيليا وفلاجيلا لازم الاثنين. بس هنا الفلاجيلا كومبلكس. عشان كده تنتبه. إن هذه كومبلكس فلاجيلا
نحن في البكتيريا ليس كومبلكس فلاجيلا، فلاجيلا سمبل فلاجيلا يعني أصوات صح؟ يس. ناخذ دقيقتين ونتوقف خلاص؟ خلاص الأذان أكبر من السؤال. فناخذ دقيقتين ونتوقف وكذا دقيقتين نحاول إن شاء الله. خلال هذه الدقيقتين نتكلم عن هذه الصورة والصورتين التالية إذا استطعنا إن شاء الله. من هنا الفرق ما بين بروكاريوت واليوكاريوت، هذه بروكاريوت وهذه بروكاريوت، تمام؟ الخلية المطورة لاحظ لديها نواة وفي داخل النواة يوجد هوية، يعني نيوكليوس ونيوكليولوس. ممبرين انكلوز نيوكليوس يعني نواة لها غلاف. نواة مقفولة، انكلوز يعني محاطة، محاطة بالغشاء. نيوكليولوس هي النوية. الخلية المطورة فيها ميتوكوندريا، الخلية المطورة فيها ريبوسوم، كذلك هنا لها ريبوسوم، لأن صناعة البروتين مهمة للاثنين. سيل ممبرين يعني غشاء الخلية، هنا يوجد في الغشاء وهنا يوجد الغشاء. سيل وول هنا أحسنت، إذا البكتيريا فيها جدار خلوي. سم يوكاريوت يعني بعض الخلايا المطورة لديها جدار خلوي، مين هي؟ النباتات، النباتات أحسنت، النباتات أيضا لها جدار خلوي. فلاجيلم يعني هذا الصوت، احنا قال فلاجيلم يعني واحد، الجمع فلاجيلم. اذا هنا الاصوات ممكن تكون موجوده في البروكاريوت، كذلك اليوكاريوت بعضها لديها اصوات، لكن هنالك فرق، هذه اصوات معقده وهذه اصوات بسيطه. كابسول هذا ميزه موجوده في بعض البروكاريوت اللي هو غلاف محيط بالبكتيريا. نيوكليويد اذا ليس هناك نواه لديها غلاف، وانما يوجد منطقه يوجد فيها الماده الوراثيه. هذا اختصار أول تشابه والفرق بين البروكاريوت and يوكاريوت. هنا ممكن تقارن بين البروكاريوت واليوكاريوت على هذا الجدول، تمام؟ فمن ناحية الحجم من أكبر الخلية المطورة، لاحظ الخلية المطورة من 10 إلى 100 مايكرون من ديمتر، والخلية البدائية هي من 1 إلى 10 مايكرون من ديمتر. ديمتر يعني القطر. الغشاء عفوا سيل وول يعني جدار الخلية. جدار الخلية يوجد في البروكاريوت وهنا يوجد في النبات، أما الحيوانات لا. نيوكليس النواة، هنا لا توجد نواة وإنما يوجد نيوكليويد ريجن، يعني نون نيوكليار إمبروك، يعني ليس هناك غشاء للنواة وإنما هناك منطقة تسمى نيوكليويد ريجن. طيب هنا النواة في الخلية الحقيقية هي ترون نيوكليس إكزيست ويز نيوكليار إمبروك، يوجد هنا غشاء للنواة. من ناحية الـ DNA هنا البروكاريوت الـ DNA عبارة عن فايبر يعني شريط فقط موجود في النيوكليويد ريجن. أحيانا هذا الشريط يكون على شكل حلقة أو دائرة ويسمى بلازمت in some cases. من ناحية اليوكاريوت الخلية المطورة الـ DNA يكون على شكل كروماتين أو كروموسوم، يعني نفس الـ DNA مرتبط مع البروتينات بالتالي تسميه كروموسوم أو كروماتين. العضيات الخلية البدائية تقريبا معظم العضيات لا توجد، والخلية المطورة تقريبا معظم العضيات موجودة. انقسام الخلية هنا بروكاريوت تنقسم بالانقسام البسيط اللي هو باينري فيشن، أما هنا تنقسم بالانقسام ميوزيس أند ميتوزيس. I think you know this is quite enough. نتوقف هنا، هذه 6 سلايدات دخلنا في الشابتر 2 بستة سلايدات. باقي علينا فيه 50 سنة. يس. نيوكليسير. مش تتمكن. اللي تحت نور. نيوكليسير. تحت هذه. لا يجمعها. نيوكليويد. أزريلكم سأل سؤال مهم. لا نيوكليويد هذا إيش معناها؟ الحقيقة أويد في المصطلحات الطبية معناها يشبه. يعني متشابه، يعني في شبه. يعني هو مو نفسه بس شبه. نيوكليوس نواة، نيوكليويد يعني شبيها شبيها. إذا هنا نيوكليويد هو مو نواة لكن منطقة فيها المادة الوراثية، معناته شبيهة بالنواة لكن ليست نواة. وبعد